بس وين اول واحدة بتجيني؟ يعني هون مش كاونتبل، هون مش كاونتبل، هون 200، فباجي باخذ هاي ال 200 وبحكي في هذا الديليوشن، في السكند ديليوشن قديش كانت عند الدنسيتي؟ 200 كولوني فورمينج يونت، كانوا موجودين هذول بقديش؟ 0.1 ملليلتر، مش هيك؟ فبيطلع عندي 2000 او بالعاده بنكتبها كساينتفك نمبر، يعني 2 في 10 قوه 3 كولوني فورمينج يونت بير ام ال. فبيطلع عندي البكتيريا الدنسيتي. بس شو المشكله؟ هذا الرقم وين كان؟ هاي الدنسيتي وين؟ في الاوريجينال سسبنشن ولا في الثيرد ديليوشن؟ هذا في الثيرد ديليوشن، او عفوا في السكند ديليوشن. فشو بسوي الان؟ بضربه في الديليوشن فاكتور. قديش الديليوشن فاكتور؟ 10 قوه النمبر اوف ديليوشن. فباجي بحكي ضرب 10 قوه 2 وبالتالي 2 في 10 قوه 5 كل الفورمينج يونت بير ام ال. تمام، هاي شو بنسميها؟ التن فولد سيريال ديليوشن اند كولوني كاونت ميثود. بس بالعاده